السلام عليكم، دعوني اليوم أشرح لكم طريقة إيجاد التأمين الصحي في أي موقع هو في أي شركة، والشركة هذه تتعامل مع أي مستشفيات، سواء كان عندك الكرت حق الشركة أو لا. أول وقبل كل حاجة نذهب إلى جوجل، بعد ذلك نكتب استعلام عن التأمين الطبي. إذا فتحنا هنا عندنا هذا أول الخيار، استعلام عن المعلومات التأمين الطبي مجلس الضمان. بعد ذلك كما تشاهدون هنا عندي الاستعلام عن معلومات التأمين. طب هنا برضو نختار الفئة، عندي استعلام عن معلومات التأمين مقدمي خدمة الرعاية، استعلام عن تأمين الزائر، زي كذا كلها هنا عندي. أنا أدخل على أول خيار هذا اللي عندي معلومات التأمين. بعد ذلك كما تشاهدون هنا أحط رقم الهوية، بعد ذلك هنا أحط الرقم هذا هنا في المربع هذا. كما تشاهدون أملأ الفراغات هذه، الأول فيه رقم الهوية واللي تحت الرمز الموجود اللي هنا مشخط، بعد ذلك أعمل إرسال. كما تشاهدون ننزل تحت هنا حصل المعلومات هذه، هذا عندي اسم شركة التأمين، وهذا عندي الشبكة الطبية، هذا رقم الهوية، وهنا عندي فئة التأمين، وهنا عندي نسبة التحمل، نسبة التحمل اللي يتحملها أنا في شو اسمه أثناء العلاج، هنا عندي نسبة التحمل 20% حدود التغطية. هنا عندي المعلومة الثانية رقم البوصلة التأمين، وهنا عندي تاريخ انتهاء التأمين وتاريخ شو اسمه وتاريخ بداية التأمين، وعندي هنا مشترك أساسي، وهنا عندي كل حاجة المعلومات هنا. بعد ذلك كما تشاهدون أخذ اسم الشركة هذه، اسم الشركة اللي فيها التأمين، وأذهب لجوجل وأبحث عنها. كما تشاهدون بحثت عن شركة التأمين، هذه هي هذا الموقع اللي فيها. كما تشاهدون هنا عندي إيش، هنا عندي القائمة تفتح كذا في الشركة هذه، إذا ضغطت هنا قائمة الشبكة هنا يجيب لي ملف بي دي اف، هذا الملف بي دي اف كما تشاهدون افتحه بالبي دي اف. هنا عندي المعلومات كامل عن المستشفيات التي تتعامل معها والصيدليات او المراكز الطبية والمستوصفات كلها هنا حصلها، وهنا بالمدينة بكل حاجة. كما تشاهدون موجود هنا الجهة هذه بالعربي وهذه الجهة بالانجليزي. هنا عندي مثلا اسم المدينة، اقوم تكبيرها كذا، اسم المقدم، رقم السجل، المنطقة، المدينة، الحي. بعد ذلك هنا كل ما تشاهدون هنا نذهب إلى نفس المدينة اللي نريدها، هنا كلها مرتبة بالحروف الأبجدية. أذهب إلى نفس المدينة اللي أريدها وأبحث عن أقرب مستشفى وأقرب مستوصف يقدم الخدمة. هنا كما تشاهدون أذهب إلى هنا، كلها كبيرة جدا، هذه كل المدن المملكة هنا. لازم أختار المدينة التي كنت متواجد فيها والحي، إذا حصلت بنفس الحي أفضل. هذا هو الشرح باختصار، إذا عجبكم الفيديو ارجعوا إعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة. معكم فاضل وصابي، والى اللقاء.